مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في متابعتنا للتغطية المستمرة لثورة تشرين، حيث نناقش استمرار التظاهرات الرافضة للعملية السياسية رغم كم التحديات التي تنذر بانهيار البلاد بشكل كامل مع تفشي وباء كورونا وتداعياته على الوضع الاقتصادي للبلاد. سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من ميسان الناشط في تظاهرات ثورة تشرين علي الكاظم، فمرحبا بكما معنا. حياكم الله. سيد علي الكاظم، يعني اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين تقول بأن الاعتصامات مستمرة وبأن الثورة لن تتوقف، يعني في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد، ما التدابير التي اتخذتموها للحفاظ على صحة المعتصمين؟ مساء الخير، شكرا جزيلا للاستضافة. طبعا بصراحة المتظاهرين الشباب الموجودين في بغداد وفي بقية المحافظات كان لهم بيان أو بيانات متعددة في هذا الخصوص. طبعا تطبيقا لقرارات منظمة الصحة العالمية وأيضا قرارات صادرة من الأخوة المختصين في الصحة في العراق، كان لدينا مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تحد من الاختلاط ومن أجل أنه يقل انتشار الوباء في ساحة التحرير وفي بقية المحافظات، مثلا تعليق الأنشطة الطلابية، تقليل العدد، القيام بتعفيف ساحات التظاهر بشكل مستمر. وهذا لا يعني أننا سوف نسحب من القيام، القيام موجودة في ساحات التظاهر في التحرير وفي بقية المظاهرات، لكن تم تقليل العدد، تم الالتزام بموضوع التعفير في الساحات بشكل مستمر تقريبا حوالي 6 ساعات. كذلك كان لدينا هناك نشاطين خارج ساحة التظاهر حتى نصل رسالة لكل العالم بأن المتظاهرين هم داعمين للحياة والسلم الموجود في العراق وليسوا ضد هذه الحياة أو ضد تخريب شيء معين. النشاط الأول الذي عملناه، هناك فرق تطوعية قامت بتوفير عدد كبير من السلات الغذائية وتوزيعها على العوائل المحتاجة في بغداد وفي المحافظات باسم ثورة تشرين وباسم مظاهرات ثورة تشرين في بغداد والمحافظات. والنشاط الثاني قمنا بتجهيز عدد كبير من المضخات ويعني املاها بالمواد التعفير، وباسم شهداء ثورة تشرين تم يعني زرنا عدد كبير من المناطق خصوصا الفقيرة في بغداد والمحافظات، وقمنا بتعفير هذه المناطق والبيوت العوائل الفقيرة باسم شهداء ثورة تشرين، ويهدى ثواب هذا العمل إلى شهداء ثورة تشرين في بغداد وفي المحافظات، حتى نقول أن المظاهرات مستمرة حتى وإن تظاهرنا من البيوت في التواصل الاجتماعي، حتى وإن أقمنا مجموعة من الأنشطة فهي ستبقى باسم ثورة تشرين السلمية، ولن يكون هناك أي تراجع للشباب المعتصمين، لكن بسبب الأزمة سوف يكون هناك تحصين للشباب من أجل عدم انتشار الوباء وعدم فقدانه. نعم، يعني الحكومة والأحزاب السياسية والميليشيات دائما ما يعني تعولت على بث الدعايات والتخويف، يعني إلى أي مدى ترون بأن هذه الدعاية خاصة فيما يخص فيروس كورونا هي سياسية أكثر منها صحية لفض الاعتصامات بعد أن فشل الرصاص في ذلك؟ يعني بصراحة أنا دائما أكررها وأقولها في لقاءات عديدة مع الشباب ومع القنوات التلفزيونية، لأن الأحزاب السياسية والميليشيات والحكومة لن تستطيع أن تثني المتظاهرين عن طريق وباء كورونا بالتراجع عن ثورة تشرين، بالعكس تماما. انا اعتبر ان وباء كورونا وتواجده في العالم العراقي سيعطي لنا دافع ايجابي باهميه التغيير السلمي في العراق، ولن تثنينا هذه المحاولات على الرغم من ان كانت هناك محاولات اكبر من حكومه القناصين حينما قتلت الف متظاهر بالدخانيات وبالقناص، وعشرات يعني الالاف من المتظاهرين الان بين جريح ومقعد ومشلول. هذا لم يثنينا، فكيف يثنينا وباء أتى إلى العراق بطريقة مفتعلة من دول الجوار؟ لهذا لن تثنينا الأوبئة والأمراض كما لم تثنينا القناصات والدخانيات وغيرها من الأمور التي ترعاها الميليشيات وحكومة القناصين في العراق. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك تهديدات لرئيس الجمهورية برهم صالح بإحالته للمحاكم على خلفية خرقه الدستور كما تقول الأحزاب والميليشيات في العراقية
بخصوص تشكيل أو تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، كيف تقرأ هذه التهديدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، بغض النظر أن يعني رئيس الجمهورية الحالي من رشحه، يعني ما هي الشخصية التي رشحها، من هو الذي رشحه، كان مطابقا لمواصفات الأحزاب وقوى العملية السياسية أم ضد تطلعاتها وضد مواصفاتها اللي وضعتها هي؟ نعم. فالترشيح الزرفي إذا كان مثل ما يظهر الآن كثير من القوى غير راضية على ترشيحها وبدأت تهدد من كتاب حزب الله وغيرها، تهدد رئيس الجمهورية بأنه كيف رشحته وأنت خارج الدستور. أولا قضية الدستور هذه قضية عليهم أن يستحوا في الحديث عنها، يعني نعم. من المعيب أن يتحدثوا عن الدستور، لأن الدستور خرقوهم مئات آلاف من مرات، وهذا الدستور خرقه لا أحد يتكلم عنه. لكن القضية الأخرى أنه هذا المرشح هو من العملية السياسية، هو من أطرافه، هو من المؤمنين بها، من الذين عملوا فيها وكان عضو فيها من عام 2003 لحد الآن. هاي النقطة الأولى. لكن في النقطة الثانية، الغاية من كل هذا الحديث هي الضغط على رئيس الجمهورية لكي يغير موقفه. إذا ما غير موقفه أو تغيير موقف الذي يعتقدون أن الزرفي عليه، يعني ما هو الموقف الذي، أو يعني هي جزء من ضغوطات على الزرفي وعلى رئيس الجمهورية. إذا الضغوطات على رئيس الجمهورية تغيير هذا ويرشحون بديلا عنه، يعني يلبي طموحاتهم، يلبي ما يريدونه، أو التغيير الزرفي أيضا هذه ضغوطات عليه لكي يستجيب لطلباتهم عندما يجلسون مع بعض. ما هو المطلوب منه أن يفعله؟ لأنه ربما هم يعتقدون أن هناك بعض الطلبات لن يستجيب لها لأنه هو عنده موقف آخر منهم. فبالتالي هي ليست أكثر من محاولات للضغط ولإعادة تدوير هذه الوجوه نفسها. هذه القضية يجب أن نفهمها هي خارج نطاق العقل والمنطق والواقع في العراق. نعم. هناك في العراق ثورة شعبية، تظاهرات خرجت من 6 أشهر، الناس في الشوارع، الناس في الساحات. نعم الكورونا الآن قللت الأعداد، لكن واقع حال الثورة موجودة. ومثل ما تحدث يعني الآن ضيفك الناشط علي من العراق، الله يحفظه ويحفظ كل العراقيين، الثورة توعد بتحقيق أهدافها مهما حدث. يعني لو تحدثنا أنه الدستور في إطار دستورهم، يعني ما الخرق الذي ارتكبه رئيس الجمهورية؟ هو كلف شخصية واذهب إلى البرلمان، إما أن تقبلوه وإما أن ترفضوه. أنا لا لا يعني دعنا يعني نبتعد حتى عن تفسيرات الدستور، لأن هذا الدستور أولا مفخخ وتفسيراته عديدة وجملة وتخريجاته كلها مطاطة. نعم. ويمكن تفسيرها. ودعنا نعود مرة أخرى إلى 2010 عندما فاز علاوي. نعم. والمالكي خسر، عادوا ولعبوا على الدستور، والدستور يقول أنه الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر مين؟ قالوا بعد تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، ولعبة كبيرة. فلذلك هذا مطاط، عندما يحتاجون إلى هذا يعني قميص مطاط الدستور. نعم. في كل الأحوال يستفيدون منه لتخريجة معينة تخدمهم. فبالتالي رئيس الجمهورية الحالي يقول أنه أنا كلفت استشارات المحكمة العليا والمحكمة الاتحادية. نعم. وجاوبوني قالوا من حقك أنت ترشح، لأن الدستور يكفل لك بالمادة 76، ما أعرف أي مادة يكفل لك أن أنت ترشح، فرشحت. الآن يرجعون يقولون كانت المحكمة هذه ناقصة، وهو رئيس الجمهورية عين واحد متقاعد. كلام بتفاصيل كثيرة تدل على أنه هذا الدستور مطاوع لهم. نعم. كل جهة تستطيع أن تطوعه لمصالحها، وبالتالي هذا الدستور لا أحد يحترمه. هم لا يحترمون هذا الدستور ويريدون أن يفرضوه على الشعب لكي يقمعوا الشعب ويكسروا ظهر الشعب، ويقولون أن الدستور يقول هكذا. في هذا الدستور، يعني دعني مرة أخرى، هذا الدستور أليس لا يقول هذا الدستور أنه من حق الشعب أن يتظاهر ويعبر عن رأيه والرأي الآخر ويحترمه؟ ألا يقول هذا؟ هل يفعلون هذا؟ ما هم يقتلون الناس، قتلوا أكثر من 1000 عراقي من الشباب. نعم. أكثر من 1000 شهيد، 30,000 جريح ومعوق. وين الدستور هذا اللي يتحدثون عنه؟ الدستور يقول هذا النفط
من ثروة للعراقيين جميعاً. هل شعب العراق استفيد من هذه الثروة أم هم مجموعة ثلة من الطبقة السياسية المستفيدة ومسخر النفط وثرواته كلها لصالحهم والشعب ثلاثة أربعة فقير؟ النظام السياسي يجب أن يخدم ويقدم خدمات للناس، هل قدموا خدمات؟ هذا كله بالدستور، لكن هل الدستور مطبق فعلياً؟ يطبقونه على الشعب لكسر ظهر الشعب لتدمير الشعب، لكن في الحقيقة الدستور بينهم مطاوع لكل طموحاتهم وتطلعاتهم وأطماعهم، هذه الحقيقة. يعني دكتور، هناك تحذيرات من مؤامرة أمريكية كما تصفها بعض الأحزاب في العراق والميليشيات بعملية انقلاب عسكري في العراق وتغيير السلطة، هل تجد يعني مؤشرات لهذه الادعاءات لا سيما بأنها تخرج من فئة معينة من شركاء العملية السياسية؟ قبل المؤشرات دكتور عمار، أنت تعرف والعالم كله يعرف أن كل نظام في الدنيا، كل سلطة في الدنيا عندما تكون مستندة إلى الشعب واثقة أن الشعب يرعاها، هذه سلطة مرتاحة، سلطة تعرف أن الشعب ظهيرها، لا تخشى من مؤامرة، قدمت ما عليها، قدمت كل شيء للشعب وهي جزء من الشعب وجزء من تطلعات الشعب، والشعب يرعاها، هو الذي يحرسها، ولها هيبة ولها مكانة ولها محبة عند الشعب، فلا تخاف من هذه ولا تتحدث عن مؤامرات. لا نسمع عن الحديث عن مؤامرات في كل دول الدنيا إلا في العراق. السلطة التي تتحدث عن مؤامرات بهذه الطريقة هي سلطة باغية لديها من الكوارث الكثير، فتخشى من الشعب وتخشى من كل القوى، وبالتالي تتحدث عن المؤامرة دائما لأنها تريد أن تسخر الحديث عن المؤامرة للتشبث بالسلطة أكثر، لقمع الشعب أكثر، لقمع لجعل السلطة يعني محاطة لصالحها فقط، مسخرة لصالحها فقط، هذا ما يحدث الآن. الحديث أنه الأمريكان لديهم مؤامرة لإزاحتهم من الحكم، إزاحتهم، أنا لا أصدق هذا الموضوع بغض النظر أن تكون يعني الأمريكان هم الذين جاءوا بكم، هم الذين جاءوا بهؤلاء الذين يحكموا للعراق، ولم نلاحظ شيئا يمكن أن يغير السياسة الأمريكية على المستوى الذي تعتذر به للعراقيين عما فعلته في العراق. كل الكارثة اللي حصلت بالعراق منذ 17 سنة حد الآن من صناعة أمريكية، دخول إيران على الخط وتغول إيران بالعراق، هذا كله تحت المظلة الأمريكية، فبالتالي ذولا صنيعة كانت تتحرك تحت المظلة الأمريكية، لكن السياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية اختلفت، فبدأوا يتحدثون لصالح بلسان إيراني لصالح السياسة الإيرانية ضد السياسة الأمريكية، يتحدثون عن هذا الموضوع، وبالتالي يعني الآن قوى من الحشد الشعبي، ما يسمون نفسهم الحشد الشعبي، وفي الساعة، لذلك أنا أقول في الدستور وفي قوانينهم كل شيء يطوعونه حسب مصلحته. لذلك كانوا يقولون عندما تحدث الناس إنه هذا الحشد الشعبي شنو ميليشيات، يقولون لا نحن جزء من الأجهزة الأمنية، والبرلمان صوت علينا ونحن جزء من الأجهزة الأمنية، لكن عمليا يتصرفون هم ما لهم علاقة لا بالأجهزة الأمنية ولا بالقائد العام القوات المسلحة ولا بأوامره ولا الآن يهددون القوى الأمنية العراقية، هم نفسهم يهددون القوى الأمنية إذا ما شاركت في إحداث هذا ما يسمونه المؤامرة لقلب النظام. أنتم جزء من القوى الأمنية أم خارج القوى الأمنية؟ الآن قلونا أنتم إذا كنتوا جزء من القوى الأمنية لا يحق لكم الحديث، ها أنتم إذا جزء من الدولة، والدولة هي من تتحدث، الحكومة من تتحدث، رئيس الوزراء يطلع ما أعرف منه، المهم مسؤول بالدولة يتحدث أنه أكو مؤامرة وأكو بهذا الطريقة. أما أن تتحدثون أنتم وتهددون الآخرين لأغراض خاصة عندكم ولأغراض سياسية تأتيكم من الخارج، هذه قضية لها حسابات أخرى ولها منطق آخر، وبالتالي أنت تفهم منها أنه هذه القوى خارجة عن الدولة، هي الدولة حقيقة، هي التي تحكم الدولة، هي التي تحكم العراق، ليس لها علاقة لا بقائد عام قوات مسلحة ولا بالأجهزة الأمنية، وكل الأجهزة الأمنية وكل القوى تعمل تحت إمرتها، هذه الحقيقة، وقد شهدنا هذا على كل الساحات، هذا الموجود. نعم، يعني هناك من يتحدث من المحللين والمراقبين حول هذه النقطة والدعاية بأن هناك يعني مؤامرة أمريكية كما يصفونها بعملية انقلاب عسكرية، هي حركة من قبل الميليشيات داخل العراق لقلب الوضع وبالتالي إنهاء أي شكل من أشكال الثورة، ثورة تشرين والتظاهرات، وكذلك الإتيان بشخصية لرئاسة الحكومة كما تريد الميليشيات. لاحظ دكتور عمر، الآن العالم يمر بمرحلة من أكثر المراحل التي مرت في حياة الشعوب وحياة الدول،
الآن كل الناس كل العقلاء في الدنيا ينظرون إلى الصورة كاملة ويرون أن هذا الوباء الذي جاء كورونا قد غير في نمط التفكير السياسي والاجتماعي والعلمي وكل الأنماط كل أنماط التفكير الآن قد تغيرت الآن أو مستعدة لتغيير نفسها أو تسعى لتغيير نفسها وتغيير اتجاهاتها ونظرها وتكويناتها. حتى دول كثيرة الآن أنت تلاحظ مثلاً إيطاليا وغيرها دول استعانت بالاتحاد الأوروبي، فرنسا الآن تستعين بحلف الأطلسي لا يستجيب لها. الدول الآن في حالة من التغريب، من الغربة، من إعادة رسم سياساتها، الحكومات في وإلا في العراق لا حديث لديهم إلا الزرفيل وغيره من راح يقعد عليه، وكأنهم يعني يعيشون في كوكب آخر. يعيشون في كوكب آخر، وأنه هذا لا يعنيهم، هذا الذي يحصل لا يعنيهم ولن يحصل لهم شيء. هذه الكورونا الآن تحصد أرواح العالم والناس في سباق وأجهزة العلم في سباق مع الوقت مع الزمن لإيجاد علاج لهذا الوباء الخطير. وفي العراق في له كامل، هذه القوى السياسية في له كامل عن هذه القضية. طيب أنتم عندكم تظاهرات الثورة الآن في الشارع ولم تنتهي ولن تنتهي، وهذه موجات صغيرة كبرت الآن وموجة كبيرة، وهذه الموجة الكبيرة مؤجلة وستأتيكم. لديكم أنتم أزمات اقتصادية، الآن العراق منهار اقتصاديا، أزمات سياسية، هذا التشتت. سوف نتحدث عن هذه النقطة وأزمات اجتماعية، لكن هم في حال آخر. الناشط علي من ميسان، يعني سيد علي، المتظاهرون في ساحة التحرير يخرجون من خيامهم للدفاع عن الساحة بعد محاولة حكومية لاقتحامها. برأيك لماذا كلما فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة على غير رضا الشارع فتحت النار على المتظاهرين؟ يعني بصراحة أثبتت مظاهرات تشرين منذ انطلاقها من يوم واحد ولغاية اليوم أنها أصبحت العقل وصاحبة التفكير الجمعي الصحيح لكثير من الفئات الضعيفة والمستضعفة والتي لا صوت لها عند أصحاب التأثير والفكر السياسي في العراق. لهذا عندما يدعو يعني سلة من المتظاهرين بأعداد لا تتجاوز الألف أو الألفين في العراق إلى فكر، ترى الكثير من الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة تهب الدفاع عن هذه الفكرة. اليوم عندما حاول المتظاهرون قطع طريق ما أو الدعوة إلى التصعيد السلمي أو الدعوة إلى الاعتصام السلمي بأعداد قليلة، ترى الدفاع المستميت على هذه الفكرة من قبل الآلاف من الفئات الفقيرة والمهمشة والضعيفة والتي لا صوت لها. لهذا تخشى الحكومة اليوم وتخشى الكتل السياسية من أن يستمر هذا الصوت المدني العراقي السلمي الهادر في الاستمرار بتوجيه الرأي العام نحو أحقية هؤلاء الشباب بالتغيير. لهذا عندما ينطلق اليوم أي بيان أو أي منشور على الفيسبوك أو على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، ترى الجميع يتشارك هذه المنشورات وأدوات وآليات التوعية لتنتشر كالنار في الهشيم وتهدم كل أدوات وطرق الحكومات والعصابات التي تحاول التقليل والتحييد من أهمية المتظاهرين. لهذا القضاء على هذا النور الذي يتوهج في وسط هذا الظلام هو كل ما تسعى إليه هذه العصابات وهذه الحكومة. وإذا تراهم يحاولون قطع الطرق، يحاولون على المتظاهرين قطع الطعام عليهم، يحاولون أن بحجة المرض وبحجة خلية الأزمة أن ينهون التظاهرات، يحاولون أن يتفقون مع نوع أو جهة من جهات الحزبية بأن تدخل إلى ساحات المتظاهرين وتضربهم بالعصي والتواسي من أجل أن يتخلصون منهم. لهذا كل هذه الفعاليات الإجرامية التي تقوم بها الجهات والكتل المعروفة وغير المعروفة من أجل إسكات وإخماد هذا الصوت العراقي المدني السلمي المتظاهر. نعم سيد علي، يعني إلى أي مدى ترى بأن وقف المسيرات الحاشدة في هذا التوقيت يأتي في إطار محافظة اللجنة المنظمة لثورة تشرين على الثوار، وليس كما يدعي شركاء العملية السياسية بأن الثورة قد ماتت؟ يعني بصراحة الكل يعرف والكل يدري أن الشباب المتواجدين في الساحة هم قبلها لم يأتوا من تحت الأرض ويشكلون ثورة. هم نفسهم أبناء هذا البلد منذ تغيير النظام من 2003 إلى اليوم. هم يقومون بالعديد من الأعمال التطوعية والشبابية ويساهمون في بناء هذا البلد. لهذا اليوم
عندما خرجنا من ساحات التظاهر لم نتوجه الى بيوتنا ونسكن فيها، بل عملنا على العديد من الانشطه مثل توزيع السلات الغذائيه على مثل ما ذكرت لك قبل قليل على العوائل الفقيره، كذلك تعفير بعض المناطق التي تحتاج للتطهير. لهذا نحن ولن نتراجع ولن نسكت ولن نكون في بيوتنا، بل نحن نتظاهر الان بطريقه سلميه من خلال حمايه الناس من عجل الوباء. اليوم هناك وباء كبير هو وباء الفساد السياسي المتواجد في العراق، وهناك وباء صغير هو وباء كورونا نحاول ان نخلص الناس منه. عندما ينتهي هذا الوباء باذن الله خلال اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر لن يستمر طويلا باذن الله، وعن طريق مثل ما ذكر ضيفك يعني التسابق العلمي من اجل القضاء عليه سيقضى عليه في يوم ما. بعد ما ننتهي من هذا الوباء الصغير سوف نعود بكل قوة وبكل همة ونشاط من أجل أن نعفر هذا الوطن ونطهره من الفاسدين السياسيين المتواجدين في سدة الحكم أيا كانوا. لهذا لن ننتهي ولن نتراجع، وكل محاولات العصابات من أجل أن يصلوا رسالة للجميع بأننا متراجعون هذا كله كلام غير صحيح، لن نتراجع ومستمرون ومتواجدون في الساحات أو خارج الساحات. نعم دكتور رافع، يعني عدنان الزرفي يعني قال اننا سوف نبتعد عن الصراعات الاقليميه والدوليه في العراق، يعني في ظل الهيمنه الامريكيه والايرانيه والنفوذ الواضح في العراق منذ العام 2003 ولغايه الان، كيف يستطيع الزرفي وهل سيستطيع بابعاد العراق عن هذه الصراعات الاقليميه والدوليه؟ كل الشعارات اللي اطلقها الزرفي اللي اطلقها قبل علاوي محمد توفيق علاوي وكل الشعارات اللي اطلقها عادل عبد المهدي وقبل العبادي والمالكي كلها كذب، كلها ادعاءات فارغه. لذلك هذا الشباب خرج في ثورته المباركه والله يوفقهم ويحفظهم للعراق، هذه الحقيقه، لانه هذه الشعارات فارغه. واحده من الشعارات حصر السلاح بيد الدوله. كيف تحصر السلاح بيد الدوله والدوله محكومه من الميليشيات ومن الخارجين على القانون ولا قانون في الدولة؟ أنت يجب أن تؤسس لقانون، والقانون يجب أن يحترم الجميع وصل للدولة هيبة، وهؤلاء إذا ما فعلت ذلك يعني ستناقض مع ستعاكس مع مصالحهم وأطماعهم. كيف يحصل هذا؟ إذا لن يحصل هذا، هذا جزء من الصراع، جزء من تكوين العملية السياسية في هذا الصراع اللي موجود بها من عام 2003 لحد الآن. أنت تمنع التدخلات الخارجية وأنت لديك قوى حزبية مؤسسة كاملة في داخل البرلمان كل أحزابها هي تابعة لإيران ومنصاعة لأوامر إيرانية، كيف تمنع هذه القوى السياسية التي تحكم العملية السياسية من تلقي أوامرها من الخارج؟ فإذا من الطبقة السياسية كلها جاءت بإرادة دولية، هو هذا الموضوع. نعم. فأنت بالتالي كيف ستنفذ كل هذه المشاريع؟ كيف ستدفع العراق لأن يكون على الحياد في صراع هو أساساً مصمم على ساحة العراق؟ إيران وأمريكا والاثنين يحتلون العراق والاثنين يتصارعون على العراق والاثنين مسيطرين على العراق والاثنين إرادتهم أقوى من كل الإرادات وكل هذه الأطراف الحكومية وكل أطراف العملية السياسية تابعة لهم. كيف يمكن أن تبعد هذا العراق عن هذه الصراعات والصراعات على ساحته؟ إذن كل الكلام هذا كله باطل، وهذا يدلل على أن العراق غير موجود، العراق أسير، العراق مغيب. لذلك هذا الشعار وهذا فحوى الشعار، أعود مرة أخرى دوما نأكده، هذا فحوى الشعار اللي طلعوا به الشباب، هالشباب الجميل بصرة وبالناصرية وبالعمارة وبغداد وبالكود. لا. نريد وطن، يريدون يسترجعون هذا الوطن بنظام وطني، بمشروع وطني يخدم المواطن ويخدم الوطن ويخدم العراق، يرجع للعراق هيبته وهويته وسيادته واستقلاله ويحترم الآخرين، وعنده سياسة خارجية تحترم الآخرين وطالب الآخرين باحترامها، لها هيبتها، لها مصالحها مع الآخرين وللآخرين مصالح محترمة في العراق، ليس مستغلا ولا يستغل ولا يؤذي شعبه، يحترم شعبه والناس تحترم العراقيين في كل مكان. هذا فحوى نريد وطن. نعم. فحوى هذا الشعار، هذا الشعار غير موجود. فعندما يأتي الزرفي يتحدث لنا عن هذه القضية ويحتاج إلى نظام أن يزيح هذه العملية السياسية كلها، وهذا ما تطالب به الثورة. هل هو جزء من الثورة؟ هو ليس جزء من الثورة، هو جزء من العملية السياسية. هو مطلوب أن يجتث مثل ما تجتث الآخرين. هذه العملية السياسية يجب أن
تذهب بعيدا، تذهب الى المزبله. نعم. لانه هي التي كل مخرجاتها اذت العراق من عام 2003 لحد الان بالفساد والخراب والطائفيه والتهجير والاذى والسوء والفقر والمرض، والان هذه الكورونا. نعم. الكارثه الكبيره، لا مستشفيات، لا مراكز صحيه، لا ادويه، لا قدره للدوله على فرض هيبتها. يعني حتى الان يتحدثون. نعم. عن لا حركه في العراق، منع التجوال. هل يستطيعون تنفيذ هذا الموضوع؟ ابدا، لأن العراق بلد مبتلى، مصيبة، الدولة ما لها هيبة. نعم. القانون ما لها هيبة، ميليشيات في الشوارع، إضافة إلى هذا ثلاثة أرباع العراقيين هم من الفقراء المعدومين اللي يعيش على كسب اليومي. كيف يمكن أن تجبره على البقاء في بيته وأنت متقدم لأي شيء؟ نعم. حتى يقدر يعيش في بيته ويبقى ملتزم في بيته، يضطر أن يخرج حتى يعمل، حتى يجيب خبز لعياله. فكيف هذه الدول فكرت بها؟ الآن نعم. كل دول الدنيا الآن خلت ميزانيات خاصة، وضعت ميزانيات للطوارئ تساعد بها شعبها، تساعد بها عدها. نعم. يعني اليوم احنا أردنا أن نسألك هذا السؤال ولكن استبقت الإجابة دكتور رافع. اليوم هناك تمديد للحظر لغاية الشهر الرابع في العراق، يعني في ظل وجود طبقة عاملة معتمدة على الكسب اليومي، وهناك مناشدات من قبل المواطنين لوزارة التجارة لصرف يعني المواد من البطاقة التموينية، ولكن وزارة التجارة لم تفعل أي شيء، ومعروف بأن البطاقة أصلا هي شبه مختفية في العراق. لو طالت الأزمة، لو طالت أزمة الحظر، كيف سوف يكون الوضع لهذه ملايين العوائل الفقيرة في العراق؟ هو فعليا عمليا لا حظر في العراق، لأنت لا تستطيع أن تنفذ الحظر إذا ما تكون هناك دولة فعلية، دولة ترعى المواطن، المواطن يحترمها ويعرف وعنده ثقة كاملة أن الدولة سترعاه وين ما يكون، في أي قرية، بالمدينة، بالبصرة، ما أعرف وين، بأي مكان. نعم. هو يكون في أي مدينة، في أي قرية بالعراق، ويعرف بداخله رب الأسرة والكل يعرفون أن الدولة عينها عليهم وستصل يدها لهم وتساعدهم في كل وقت، ومن يطلبون يد الدولة يجدونها قريبة. احنا في العراق هذا غير موجود. احنا تحدث وزير التجارة قبل فترة قال انه مخازننا كلها ما اعرف شنو، احنا هذا الكذب اللي نسمعه. لا. كذبة كبيرة. انتم في زمن اللي كانت النفط ما ادري صار 70 ما ادري 80 دولار البرميل. نعم. وزع عادل عبد المهدي نص كيلو عدس للعراقيين، والبطاقة التموينية منتهية وتكذبون على العراقيين وتعطوهم كل شيء. طيب الآن ثلاثة أرباع العراقيين من الفقراء، 12 مليون عراقي يأكلون من المزابل. نعم. لأن هي وزارة التخطيط تقول 38% من العراقيين تحت خط الفقر. تحت خط الفقر يعني ما عنده مصدر للرزق، هذا يأكل من المزابل. وهذا الشعب. نعم. الأبي، الشعب الطيب، الشعب الثري، يعني يقف على أغنى قطعة أرض بالعالم لكن هو فقير. طيب هذا تمنع أن يطلع يدور رزقه بالمزابل حتى يأكل؟ شو أنت منع؟ أنت شو تقدم له؟ كل الدول المحترمة الآن عندها ميزانيات وبدأت تقدم معونات لهذه الدول، معونات صحية ومعونات. نعم. معونات غذاء وسلات غذاء تعوض حتى المصانع والمعامل عن خسائرها. يعني الأحزاب السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن هي في سجال وفي خصام، على الأقل إذا قلنا يعني في على الطاولة، والشعب يعاني. يعني هي لا تبالي بوضع الشعب. ما هو بالي يا دكتور. نعم. عمر، مو يهمهم، لأنه هم لو كانوا مهتمين للشعب العراقي لكان من البداية من أول يوم. نعم. صنعوا تجربة جميلة زاهية بها صناعة وبها زراعة وبها تجارة وبها كل هذه القطاعات ترفد الموازنة بأموال كبيرة، بحيث ما نعتمد بس فقط على النفط. نعم. النفط سلعة ممكن أن تتغير، خاضع لسياسات، ممكن أن نصنع شيء. إحنا لا نستطيع. العراق تحول إلى بلد مستهلك، الشعب العراقي بلد مستهلك. نعم. شعب مستهلك، نعتمد على كل البضائع التي تجينا من. نعم. برا، لا زراعة، لا صناعة، لا. نعم دكتور، لا شيء. أعود إليك دكتور. نعم. رافع الفلاحي، سيد علي، يعني هل تستطيعون وأنت كناشط إعادة زخم الثورة بعد انكشاف وباء كورونا عن العراق؟ يعني بمعنى آخر، هل أنتم واثقون من حالة التغيير التي أحدثتها الثورة؟
يعني بكل صراحة هو قبل يعني قبل يجينا وباء كورونا للعراق وللعالم، احنا حققنا الكثير من الانجازات نعتبرها على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. استقالة حكومة القناصين هي كانت اول يعني اول انجاز حققته هاي الثورة، وبقية هناك الكثير من يعني التفاصيل اللي حققناها، يعني مثلا موضوع قانون الانتخابات ضغطنا من اجل تغييره، وحتى موضوع المفوضية على الرغم من قناعتنا وعدم قناعتنا من بعض الامور اللي صارت، لكن بشكل عام حققنا الكثير مما لم نحققه خلال 15 عام. لهذا اليوم الكثير من الناس المواطنين، واعود واكرر ان دعم المتظاهرين السلميين في العراق هو من هذه الطبقات الفقيره، الناس اليوم مستعده انه تدعم هذول الشباب المتظاهرين بالطعام بالتواجد، فهذول الناس ينتظرون اي اشاره من المتظاهرين حتى يعيدون زخم الثوره. اليوم احنا راح ننتظر بعد وباء وما ينتهي هذا الوباء نشوف قرارات مجلس النواب شلون راح يتعامل مع موضوع الحكومه، اذا استمر بنفس هذه الطريقه التمويهيه واللي يسخر بها من هؤلاء المتظاهرين راح تكون لنا بكل تاكيد خطوات تصعيديه والناس تنتظر معنا. اذا اجوا ويانا ونفذوا الامور اللي مو احنا نريدها، العقل والمنطق والمرجعيه وكل الناس السلميين والمحترمين يريدون، احنا ما طالبين شيء يجيبون لنا اياه من القمر، كل المطالب اللي طلبناها هي مطالب بسيطه وكل الشعوب الثائره والمسالمه تدعمنا بها، لهذا اليوم مطالبنا واضحه وسلميه، استمروا بهذا بالسخريه والتمويه وعدم احترام المطالب بكل تاكيد سنعود من جديد بقوه الى الساحات، لا نريد منهم الا ان يوفروا لنا حكومه مؤقته تؤمن لنا انتخابات مبكره حتى ننتخب ممثلينا بصوره نزيهه وباشراف اموي من جديد، لا نريد منهم اي شيء اخر الان، استمروا بهذا التمويه سيكون تصعيد من جديد سلمي، وان استجابوا ولو جزئيا لهذه سيكون هناك موقف رد فعل مقابل اي فعل. تفاعلوا معنا بايجابيه، نعم احترموا قراراتنا سنكون معهم، لم يتفاعلوا بكل تأكيد ستكون هناك خطوات تصعيدية واكرر سلمية وتبقى سلمية ان شاء الله. نعم سيد علي. دكتور رافع، يعني لجنة الصحة او الزرفي قبل ذلك يعني قال بان الحشد الشعبي الذي هو تجميع للميليشيات، يعني صرح بتصريح الحج الشعبي بشكل عام لم يفصل بين الميليشيات التي لا تخضع، ومعروفة هذه الميليشيات التي قامت وتقوم بقتل وخطف المتظاهرين وغير المتظاهرين، يعني قال بأن استمرارها هو مطلب شعبي لإنقاذ العراق، يعني إنقاذ العراق من من؟ ثم كيف يكون مطلب شعبي وقامت بكل هذه الجرائم الميليشيات المعروفة على الساحة في العراق؟ يعني واضح هو يخطب ود هؤلاء لكي يمرر وزارته ومرر ويحصل على كرسي رئاسة الوزراء، هذا واضح جدا. نعم. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، ما حاجة العراق لميليشيات مهما كانت؟ ليست ميليشيات، اسمها الحشد الشعبي. نعم. مكون ما أعرف 100,000 200,000، ما حاجة العراق الدولة الحكومة إلى هذا العدد؟ نعم. وهي عندها مليونين جندي وهم قالوا سوف يتم دمجهم بالجيش والشرطة. نعم. لماذا بقيت هذه التسمية؟ يعني ما حاجتكم. نعم. لهذا ما حاجتكم، أنتم لديكم مليونين تحققون بالسيادة والاستقلال، عدد الجنود وعدد الضباط، وأنتم كنتم تتحدثون عن أنظمة سابقة أنه جيشة الشعب وأعداد كبيرة ولا يمكن أن نقبل بهذا الموضوع وجيشة المجتمع، طيب ما هذا يعني ما تسميه هذا؟ الآن تحدث وزارة التخطيط لدينا نحو 5 ملايين، 4 ملايين إلى 5 ملايين موظف، 2,000,000 من عندهم موظفين مدنيين والباقي شنو؟ جيش وعسكر وقوى أمنية. إذن أنت لديك ما يقارب 3 ملايين عسكري وقوى أمنية و17 جهاز أمني، شو تسوي بهاي؟ أنت كان هناك قلت أن هناك فتوى للجهاد في وقت معين وتنفذت وانتهت ووصلت الى بيان قلت انتهى الارهاب وخلصنا من عنده، شو تسوي بها بعد هذه؟ ما انت هناك جدل، هناك مو ما يقولون يتحدثون عن الجدلي وغير الجدلي، ما هناك جدل شعبي، هناك جدل سياسي، جدل وجودي عن هذه القوى، شو تسوي بها انت؟ ماذا تفعل بهذه القوى؟ وهناك جدل كبير حولها، انت لديك قوى عسكريه يدون يتطوعون، انت عندك قوانين بالجيش وقوانين بالقوى الامنيه
إذا انطبقت عليهم هذه القوانين والقياسات والمعايير اللي تنطبق عليه، طوع بالجيش وانتهى القضية وتعين له راتب وتلبسه ملابس عسكرية ويصير فرد عسكري أو فرد أمن، لا نتحدث عن حشد شعبي وغير حشد شعبي ما نحتاجه الآن. شو تسوي به أنت؟ هذا المنطق. أما أنت تخطب ودهم لأنه تتخاف من هاي القضية، تحدث هذه القضية له. هذه القضية. والقضية الأخرى، قبل قليل ضيفة كنت تسأل عن الثورة، وكان يتحدث عن منجزات الثورة وكلامه جميل ورائع، وأنا أريد يعني أضيف إلى هذا أن الثورة هذه أهم ما حققتها هذه الثورة أنه كشفت أهم شيء، أنه هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يستحقون حكم العراق، وأن هذا النظام السياسي الذي يحكم العراق هو أساس الخراب. يعني ليسوا أشخاصاً، يعني لا نتحدث عن شخص، تجيب عادل عبد المهدي الشيله وتجيب مكانه ما اعرف من هو، لن يتغير الحال. انت هذه الثوره، هذه فضاء للثوره، انها شخصت من البدايه ما هي اهدافها، وين رايحه، شنو الهدف الرئيسي من عندها. لذلك هذه الثوره تختلف عن غيرها، تظاهرات كثيره خرجت، لكن هذه الثوره واضحه، واضحه الهدف وين، انه العمليه السياسيه، هذا كل النظام السياسي يجب ان يذهب ويأتي نظام سياسي جديد، لأنه هذا مخرجاتك طوال 17 سنة لم يقدم إلا تجربة رثة، تجربة عقيمة كارثية، مخرجاتها كانت فيروسات من الفساد والخراب والدمار. ذلك الفيروس الآن كورونا ينتهي، المتظاهرين والثوار لديهم فيروس الأكبر اللي هم طلعوا عليه، اللي هو الفساد وهذه الحكومات وهذه العملية السياسية. هذا أهم إنجاز حققته، والإنجاز الأكبر أيضا كشفت كل الوجوه، أسقطت كل الأقنعة. هذا الحديث عن الوطنية، الحديث عن الإيمان بالمعرف شنو الديني، المنهج اللي الإيماني اللي يشتغلون به كله كذب، طلع ناس تقتل ومجرمين، وإيمان بحرية الشعوب والرأي والرأي الآخر والتظاهرات كله كذب، يقتلون ويذبحون واستبداديين، هذه كلها أقنعة سقطت. وإذا بها قوى ميليشياوية تحاول أن تسيطر على الحكم بأي طريقة، والشعب متعرض إلى كارثة من 17 سنة، التجربة هذه وصلت العراق إلى الدرك الأسفل من الهاوية. هذه الحقيقة اللي حصلت الثورة. سيد علي الكاظم، يعني أنت كناشط في تظاهرات ثورة تشرين، كيف ترى التزام الناس بالبقاء في بيوتهم، وهل هناك رسالة من قبلكم للناس في العراق للبقاء في البيوت؟ يعني الصراحة خلنا نحكيها بالعامية، باعتبارنا احنا بلد واحد واخوان من الشمال الى الجنوب. كلنا نعرف انه الاجهزة الصحية المتواجدة والمؤسسة الصحية المتواجدة في العراق هي مؤسسة رثة وهزيلة، ولا ترقى الى مستوى تكون على الاقل مؤسسة صحية كلاسيكية، يعني كمؤسسات الاوروبيين في الثمانينات لا ترقى الى هذا المستوى. لهذا اليوم الامل الوحيد بالحفاظ على المواطنين هو البقاء في بيوتهم من اجل تقليل الاختلاف. فيا اهلنا وناسنا من الشمال الى الجنوب، كردا وعربا، سنه وشيعه ومكونات، حافظوا على انفسكم بانفسكم. لا يعني لو ازدادت هذه الاعداد ووصلت بالمئات الى المستشفيات، لا توجد لدينا ردهات طوارئ في العراق مخصصه لاستقبال 50 مصاب في كل محافظه. لهذا الحفاظ على انفسكم بتواجدكم داخل البيوت هو اكبر منجز. لحد الان الحمد لله لا اعرف ان كان لطفا الهيا ام كذبا من مؤسسات الصحه اخراج العدد الكبير، هناك اصابات لم ترقى الاصابات الكثيره الموجوده في بعض دول العالم المتطوره مثل ايطاليا وغيرها. لهذا اليوم منظمه الصحه العالميه قالت ان المرض في حاله البقاء في البيوت سيترتب عدم الاختلاط، وارتفاع درجات الحراره ايضا سيكون هناك عنصر اخر يضاف الى قتل هذا الوباء. فيا اهلي واصدقائي واخواني، لكي نبقى محافظين، لا نريد ان نفقد احبتنا كما فقدوهم في دول اخرى ونحن منكسرون على بقيه دول العالم. لا نريد أن نفقد أحبتنا، حافظوا على أنفسكم، على أطفالكم، على شيوخكم، على نسائكم بالبقاء في البيوت، وهي فرصة كبيرة جدا أن تجالسوا عوائلكم، أن تعيدوا تنظيم حياتكم، وإن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين مثل ما قلت راح ترجع إن شاء الله الحياة إلى مجاريها، ونعود من جديد للمطالبة بحقوقنا. نحتاجكم يا ناسنا، لأن ورانا مظاهرات، ورانا مطالبات سلمية، اعتصامات، وورانا انتخابات مبكرة لكي نعيد رسم الخارطة السياسية في العراق من جديد.
استحلفكم بكل ما هو عزيز أن تبقوا في منازلكم. سيد علي الكاظم، يعني أنت كما تعرف بأن هناك الكثير من النشطاء والمتظاهرين الذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات، برأيك في ظل هذه الظروف، ظروف انتشار فيروس كورونا، أليس من الإنسانية أن تقوم هذه الميليشيات بإطلاق سراح النشطاء والمتظاهرين؟ لا أعتقد أن هذه الميليشيات التي وصفتها تمتلك أي إنسانية، لأن خطف وقتل وتهديد مجموعة من الشباب السلميين العزل وهم يطالبون بحقوقهم، تريد منهم أنه يطلعون الناس لأجل وباء كورونا الآن؟ مستحيل. هم يعني ممكن أنه يوفروا لهم أدوات تعقيم، وللأسف أتكلم هذا الكلام الذي يعني الصراحة حكر في دواخلنا، لكن نتكلم بما نقدر أنه نتكلم به. مجرد أنه يوفروا لهم الأكل والشرب وأدوات التعقيم ويقللون الاختلاط بيناتهم ويمنعون الضرب بهم، هذا ممكن يكون أكبر إجراء إنسان يسوي. لكن أن تقوم مجموعة من الناس يمتلكون المال والسلاح باختطاف الشباب وتصفيتهم وتهديدهم يهتمون لموضوع وباء مثل كورونا، هم الوباء الأكبر فلا يهتمون لأي وباء أصغر، فمستحيل أنه ممكن يسوون مثل هيك حركة ويتنازلون. أصلاً الأجهزة الحكومية الآن المعتقلين اللي هم يعني وفق أوامر قضائية الآن ما عليهم أي إجراءات صحية، تريد العصابات والميليشيات التي تعتقل بدون أي راجع وبأي مسوغ أو قرار قانوني تفرج أو يكون عتق إنسانية وتفرج، مستحيل أنه ممكن يسوون مثل هذا الشيء. نعم، سيد علي الكاظم الناشط في التظاهرات كان معنا من ميسان، شكرا جزيلا لك. دكتور رافع الفلاحي، يعني تيار صدري حذر من انتشار فيروس كورونا، وكما معروف بأن هذا أو أتباع التيار يعني قد هاجم في الآونة الأخيرة القوات الأمنية بعد فرضها حظر التجوال، وذلك تنفيذا لدعوة مقتدى الصدر لزيارة المراقد. كيف نقرأ هذا التناقض في التصريحات لهذا التيار؟ وجزء ربما يعني دكتور عمر أنت شخصت الحالة، هم يعيشون حالة التناقض. نعم. من عام 2003 لحد الآن يقولون شيء ويفعلون عكسه، ويقولون شيء وبعد ساعة يقولون شيء مغاير إليه، وهكذا الأمور. نعم. يفعلون يعني يرتكبون الجرائم وينكرونها، يرتكبون أفعالا وينكرونها، يساندون جهة معينة وينكرون مساندتها، يتخلون عنها في اللحظة الأخيرة وهكذا. بالتالي هذا يدل على برغماتية، يدل على انتهازية واضحة في تصرفهم، في تفكيرهم، في حياتهم، وهذا لن ينجح. يعني هذا لا يضيف شيئا وإلا الأشياء السيئة في العراق، لكن يضيف شيء إيجابي للعراق، يقود العراق إلى لا. الكلام اللي قاله هذا الناشط، عندما أسمع يعني أصوات الناشطين أتأكد إنه العراق بخير وأن الثورة بخير. هذا الوعي اللي عبر عنه الناشط قبل قليل ضيفك، وهذا الوعي المطلوب، هذا الوعي اللي دعا العراقيين للمكوث في بيوتهم، رغم إنه يعني ربما هو لا يشكك أو شكك قليلا في أعداد المصابين. الحقيقة يعني العراق ربما الآن يمر بكارثة كبيرة، هؤلاء لا يعلنون الأرقام الحقيقية، لأنه إحنا ليس لدينا بنى تحتية صحية أبدا، كل وسائلنا بدائية، غير قابلين أن نواجه أي أزمة بسيطة، لأنه 17 سنة من الفساد والخراب لم يبني شيئا في العراق. وبالتالي نحن نواجه وباء دمر دول كبيرة لديها إمكانات ولديها استعدادات وقدرات طبية وقدرات صحية وترعى مواطنها، هؤلاء لا يرعون مواطن، ليس لهم اهتمام بالبلد. نعم. البلد بيئته كلها ملوثة. نعم. فبالتالي الآن الكارثة كبيرة، والله ليستر من الأرقام الحقيقية. نعم. شلون راح تظهر وشنو المصيبة اللي العراق الآن يتعرض لها. نعم دكتور رافع، أردت أن أسألك يعني قبل قليل حول الوضع الاقتصادي، أنت كاتب وباحث عراقي، وفي ظل استمرار هذه الأزمة لا سمح الله، يعني هناك تقارير تشير ربما أنها تطول لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر ربما، يعني في ظل هذه الظروف، ومعروف بأن العراق يعتمد على النفط، النفط يعني أصبح اليوم لا يساوي شيئا كما كان بالأمس، يعني كذلك هناك في العراق يعني هناك إشكالية حول موازنة 2020، وهناك نزاع ما بين الأحزاب والسلطة، ومعروف بأن العراق مديون ويعاني من مشاكل، وكما أشرت أنت قبل قليل، وكما هو معروف بأن العراق بلد يعني معتمد على الاستيراد في كل شيء. يعني لو سامح الله، لا سامح الله، لو
طالت هذه الأزمة، برأيك كيف سيكون الوضع الاقتصادي في العراق؟ هل سوف يمس رواتب الموظفين؟ هل سوف يعني تتفاقم الأزمة؟ كيف سيكون شكل الحكومة؟ ربما هذه المرة سوف تسقط بالفعل الحكومة. دكتور عمر، في كل قطاعات الدنيا وفي كل حكومات الدنيا هناك إيمان، هناك فكر يقف وراها أن البناء بناء تراكمي، البناء يبدأ من اللبنة الأساسية من الأساس ويصعد بالبناء وصولا إلى أعلى المستويات. في العراق من عام 2003 لحد الآن لم نبني شيئا، بنينا الفساد والخراب. هذه الحكومات اللي بنتها، كل دول الدنيا حتى اللي عندها نفط فكرت، الحكومات اللي تحترم نفسها وتحترم شعوبها فكرت كيف تعظم مواردها من أشياء أخرى غير النفط، لأن النفط من البداية تفكر هذا التفكير المنطقي، هاي السلعة خاضعة لتغيرات سعرية كبيرة جدا، تغيرات سياسية لضغوطات لاكتشافات. أنت اليوم تصدر إلى أوروبا ما أعرف شنو، في أي لحظة قد مثل ما حصل في أمريكا اكتشفوا النفط الصخري هذا وبدأت أمريكا تتحدث عن اكتفاء ذاتي، لا أستورد. نعم. وهكذا وربما تصدر للدول أخرى، وهذه سلعة غير قابلة لتحديد، ربما اليوم ب10 دولارات وباكر تصير ب90. نعم. وتنزل من 90 إلى دولارين وما تعرف. نعم. وأنت تبني كل حياة بلدك على سلعة أنت لا تستطيع أن تحدد سعرها ولا تستطيع أن تضبط سعرها نهائيا، هذه كارثة كبيرة. إحنا بالعراق بهذا الشكل، هؤلاء مجموعة من اللصوص، الحقيقة هذه حقيقة. نعم. النفط يباع، هذا اللي يباع رسميا، اما اللي يباع غير رسمي هذه ميليشيات عندها ارصفه تصدر، هذا ما تحدث عنه غير شكل، لكن اللي يباع رسمي تجي امواله تروح الى 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 بنك بالامريكان، الامريكان يدفعون من هذه الحسابات مال النفط الديون، بعض الديون لهذه الشركات، ما هذه الشركات فارضه على انت تطلع سعر البرميل 50 دولار لكن هذه الشركات تاخذ من عندك 20 دولار، لان هي اللي اكتشفتها وهي اللي طلعها وهي اللي تشتغل بيه وهي جايبه شركاته، فتاخذ من عندك اجره 20 دولار يبقى لك 30 دولار ما اعرف ايش قد تستقطع من عند الامريكان، والباقي يعطوك اياه، اللي ينطوهم هي يخلوه في دائره هاي مؤسسه الفساد ويذهب والشعب لا يحتاج الى شيء. وعندهم هم منطق يقول احنا نجحنا وظفنا 4 ملايين او 5 ملايين موظف ونوزع لهم رواتب، والرواتب 4 مليار دولار شهريا. طيب الآن النفط وارداته الشهرية ما تساوي مليارين ونص. نعم. مين راح تجيب الباقي؟ تستدين أنت، مصيبة عندك ديون كبيرة وستكبل الأجيال الجاية بديون. نعم. تأخذ من الرصيد الذهب سينخفض الدينار العراقي وينتهي ويصير الدولار الواحد مو مثل بوقت الحصار يمكن 3000 يصير 5000 دينار. إذن أنت مقبل على كارثة كبيرة، لديك فقر، لديك أمراض، لديك كارثة كورونا. نعم. العراق فقط الله يعينه والله يعين هذا الشعب، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الثورة على حق وأن الشباب على حق وأن التضحيات هذه ما تذهب سدى. نعم. وسيأخذون حقهم وتزاح كل هذه، ويجب الآن أن يكون هناك نظاما وطنيا يحكم العراق، يعرف كيف يدير الدولة. نعم. ويدير الشعب ويحترم شعبه. الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.